الأدهم، من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور والفسق. الحرب على فيديوهات التحريض على الفسق والفجور التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها من البرامج الأخرى على رأس قائمة مباحث الآداب اليوم، القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم بسبب فيديوهات على تطبيق التيك توك. تمكنت الأجهزة الأمنية مساء اليوم من ضبط وإحضار اليوتيوبر مودة الأدهم أثناء اختبائها في مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور. بداية الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية عدة فيديوهات للفتاة مودة الأدهم ترتدي ملابس فاضحة وتأتي بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور. وأثبتت التحريات أن الفتاة قدمت عدة فيديوهات على برامج السوشيال ميديا تحرض فيها على الفسق والفجور، وأضافت الأجهزة أن الفتاة التي تقيم في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة غيرت محل إقامتها خوفا من الملاحقة الأمنية واختبأت داخل كومباوند في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة للقبض على الفتاة. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة.